تشييد المجمعات السينمائية وإعادة فتح القاعات الجوارية وقاعات الأحياء من بين المقترحات الهامة لتعزيز مكانة الفضاءات الثقافية وقاعات العرض السينمائي. لي ملتيبلكس هادو اللي فيه تعدد القاعات وقاعات صغار ما يرفدوش 1000 واحد، لانه عالميا ما عادش قاعه ترفد 1000 متفرج. نظن انه يفو ريفليشيو ملتيبلكس اماكن وين الناس العائلات يروحوا، كاين وين ياكلوا، كاين وين يقاريو، كاين وين يشرو الحوايج، وكاين يتفرجوا افلام. سي امبورطون دافوار دي ملتيبلكس باسكو مو جو مي دي افيك لي ملتيبلكس سي الغرو بلوك بوستر افيك لي تيكي دونتري اون با بوفوار فير ان فون سون ابل لافونس سور ريسيت كي بيرميترا دو فينانسي مي فيلم. فتح قاعات السينما الموجودة على مستوى الأحياء من بين الاستراتيجيات الهامة لإعادة إحياء ثقافة التوجه نحو القاعات في أوساط المجتمع الجزائري. Les salles de quartier, donc même les quartiers populaires. Pourquoi ? Parce que dans l'activité culturelle, la vie culturelle dans les quartiers populaires, les quartiers où il y a une violence, bah la culture apaise. Et donc du coup, par exemple, imaginez tout ce qu'on pourrait faire grâce à la culture, réparer la société par la culture. Les salles de quartier, ils peuvent revenir. Il y a les jamaïats, il y a les investisseurs qui aiment voir où ils peuvent investir dans les salles. Il y a les jamaïats, pas seulement les jamaïats cinématiques, les jamaïats même de quartier, معاهم يكونوا ناس يعرفوا بيان سور لو سينما، ولا تكون دي سال داغي دي سي، يعني صالات للسينما المؤلف. نمط الفرجة في السينما تغير ويتطلب الانسجام مع التحولات التي يشهدها العالم، وهذا من خلال اقتراح اتجاه جديد والمتمثل في تشييد مجمعات سينمائية تتوفر على قاعات متعددة تساهم في جذب الجمهور للسينما وإنعاش القطاع.